وهذه ناقة ريما. يلا امشي معنا. تبين تروحين؟ ترى بنروح مغامرات وكذا. يا ما هذه ناقة ريما. لقيتني يا قبوب. بيجي طبعا هو فلوق واحد بس كل ما صور شيء قلت له فلوق زين بوريكم احلى شيء راح نسويه اليوم. فشوف اللي بعد، شوف اللي بعد بسرعه. بنات لقينا اخوان سكر واحده. بنات شوفوهم شوفوهم. هذه يقولوا لها فاكهه العنب، بعضهم يقولوا لها العنب برود، بعضهم البابايا. هذه من اهم الفواكه المشهوره في منطقه جازان. بنات شوفوا هو بسقرهم. جو 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 ريما جو جو جو. نبدا تسلق الحين. نتسلق من هنا من هذا المكان لمده 3 ساعات متواصله. وموي ما معنا سو بنشرب من يسمونه النهر. اوكي بنات مو بهذا طبعا، في شلال هناك نشرب منه وبس. والله بسم الله نبدا. بداية خير صدق، بداية خير. وين مسار التمساح والمنكب يا حدد؟ مريم قررت تمشي مسار التمساح، احنا مسار المانكي. حددوا مسارهم، احنا انا وريم بنحدد مسارنا. لا ما تنطين. اوكي مو بس نطلع من هنا لان اصلا مو بقادرين. بسم الله طلعنا. ها كيف؟ اتوقع في فلوق ثاني.